شهوته وغريزته هي بتقتله للزلمة. هو هيك صار في، يعني ما بعرف كيف ده ناوي يتنفس. حاولت تقنعها بعدم الطلاق بوقتها؟ حاولت بس تعبنا كمان، تعبنا اثنيناتنا يعني كتير، بس هي ما تحملت. صار في غيرة كتير زيادة عن اللزوم، صار في تعب للاثنين. طلقته، بديت حياتك مع امرأة تانية. لا لا، ما بديت حياتي مع حدا، طلقت اثنين مع بعض خلص. صار يعني انتهى زواجك التاني؟ بالضبط دغري. ليه؟ ما صار في المشاكل، هي المشاكل اللي صارت ضغط علي، وانا كنت بحب امل كثير، يعني ما لدرجه اكثر ما بتتخيل. يعني اليوم انت مطلق من الاولى ومطلق من الثانية، بالضبط، وبتحب الاولى؟ بس الزوجة الاولى بتحبك؟ اللي كان فيه بعرف، انا هيك بحس، كان بالماضي وهيك بحس لليوم بتحس انه بتحبك؟ على شو بيبني الرجل احاسيسه انه زوجته الاولى اللي خانه بعدها بتحبه؟ بس لانه رجولته وذكورته بتخليه يقول انه الزوجة الأولى اللي خانها بعدها بتحبه؟ أنا لا مش هيك، بس أنا إحساسي هيك بيقول لي. بس يعني حاولت كذا مرة أحكي معها، أتواصل معها بفترة اللي هي سافرت فيها. هي سافرت؟ سافرت صار لها سنة خالي برات البلد. طوت الصفحة؟ طوت الصفحة لأنه خلص ما بدها تقعد ونحن اثنين مع بعض بنفس البلد. فلت وحاولت الحقها، ما قدرت، ما زبطت معي ابدا بأي طرق. هي وين اليوم؟ المانيا. ليه عم بتدمع هلا؟ لأني غلطت كثير، وحسيت هلا بالندم. حسيت انه عن جد انه انا خسرتها. مزبوط. لما وصلت على المانيا ضليتك عم تتواصل معها؟ حاولت تجرب تقنعها؟ حاولت تقول لها قديشك انت ندمان مثل ما هلا عم بتقول؟ كثير حكيت كثير، وياما بكيت لها، وياما قلت لها بترجاكي ارجعي اعملي اللي بدك اياه بيصير. انا غلطت، بعتذر منك، حقك علي. برأيك المرأة اللي انكسر جسر الثقة هي ترجع تبنيه؟ تبني اذا الزلمه بيرجع صالح وتمام، وبيقول لها انه انا خلص، انه هو يكون مزبوط قد هيدا الكلام اللي عم بيقوله، انه ما يرجع يغلط ويغلط، لانه انا اذيتها كثير مش شوي. قلت لي احساسك بيقول انه هي بعدها بتحبك، على شو مبني هالاحساس؟ ما انت عم تحكي معها على المانيا وهي عم بتقول لك خلينا نرجع نجرب، هي بتقول لك لا. بالضبط، بس ما بعرف، هيك بضلني بحس انه هي بتحبني. بس شو بس خليك هو البعد، هو البعد، هو يعني الاكثر جفا صار البعد. هو صار يمكن انا عم يعني بحاول بكل الطرق، بس هي ما عم ترد علي مع كذا، بس بقول هي يمكن عم تنساني كذا، ما بدها اياني، ما بدها اياك وعم تنساك وبعدها بتحبك، كيف هيدي؟ انا هيك عم بحس. بس انه انا احساسي انه انا بحس انه هي بتحبني. صار قد ايه عملت لك بلوك؟ صار شي شهر ونص تقريبا. كل ما بدك كل ما بدك ما في ما عم ترد علي. وهيدا رح جن هيدا سكايب بطلبها؟ هي وين بألمانيا؟ ما بعرف البلد بالضبط. ليه عم بتدمع؟ ما بطلبها؟ بلا. مرحبا. اهلا. مرحبا اهلا امل.
هلا استاذ مالك، كيف صحتك؟ الحمد لله. عم انت تسمعيني كيف؟ منيح؟ ايه، من بيروت إلى ألمانيا، وين بألمانيا أمل؟ انا بمنطقة اسمها اكسترتال. شايفتيني منيح؟ ايه واضح. أمل، نحن اتصلنا فيك، أنت عارف أنا رح أتصل فيك كرمال نحكي عن يوميات امرأة عربية مطلقة بألمانيا. لما وقع الطلاق أمل، لما وقع الطلاق بينك وبين زوجك كان في عداوة أو كان طلاق حبي؟ لأنه في كوبليت بصير في طلاق حبي، وفي أوقات المشاكل بتكون أقوى والظروف أقوى بصير في عداوة بين الرجل وزوجته السابقة. لا، ما كان في عداوة، كنا أصدقاء. ما بيخلى الأمر شوية مشاكل، بس لا، كنا أصدقاء. بقيتوا أصدقاء بعد الزواج؟ ليه؟ في أطفال من زواجكم، يعني كرمال أطفال أو كرمال حب بتكني له إياه وعشرة مودة واحترام؟ ليكي بقول لك حب، بتضحكي. الاثنين سوا. حب؟ بضل في حب بعد الطلاق؟ ليش لا؟ بعدك بتتواصلي مع طليقك؟ هلا على الايام لا. ليه؟ مش هيك؟ كيف يعني؟ كيف يعني لا ما بتواصل؟ إذا دق لك شو بتعملي؟ ما بتردي عليه؟ عملت له بلوك. عملتي له بلوك؟ ليه عملتي له بلوك؟ بشو زيأشك لتعملي له بلوك؟ كتير اشياء. غمضي عيونك، شو هيك بتتذكري عم عن بوق. بلال؟ غمضي عيونك. فتحي عيونك. شو عم تعملوا؟ أمل، أنا جيت لهون لأني أنا بحبك كتير أكتر ما بتتخيلي، لأني أنا ما قدرت أحكي معك وين ما كان، على التليفون ما عادش في مجال، فأنا جيت لهون لأحكي معك قدام العالم كله وأقول لك إنه أنا بحبك، وأنا بعتذر منك كتير على كل شيء عملته. أنا غلطت، بتمنى منك تسامحيني. وهلا بقول لك انه يعني راح اطلب ايدك قدام العالم وقدام الدنيا وقدام كل الدنيا عم بتشوفني، شو بدك اكثر من هيك لتسامحيني؟ انا مستعد اعمل، وبطلب ايدك للزواج. ليش اعمل؟ عم بترجاكي أمل. سؤال مش أكثر من هيك، القرار إلكن، ما بدي جوابك على الهوا، بس سؤال بلا ما تغمضي عيونك هالمرة، لما طلبك للزواج أول مرة أم لما طلبك للزواج تاني مرة بأحمر بالخط العريض؟ أي أحلى؟ هلا. شكرا لك أمل، شكرا لك بلال، بتمنى تشيل البلوك لتحكي أنت وياه شوف شو بدك تقولي له، أكثر من هيك أنا ما رح أفوت بالتفاصيل. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب.